الابتكارات الجديدة اللي تسعى عمان تل إدخالها إلى السوق اللي هي إيدوكان باستخدام إنترنت الأشياء. شايفين هذا الحاجز موجود الحين، أنت تحمل تطبيق في تليفونك، أول ما تجي تسوي سكان هني يفتح لك الباب وتدخل إلى الدكان. هذا الدكان فيه كل الاحتياجات اللي أنت تبغيها، تحت كل شغلة شايفين الأشياء اللي موجودة، الشيبس وغيرها من الأشياء والكيك والبسكوت وحتى الثلاجات اللي فيها البارد والعلب موجودة. تحت كل واحد منهم في حساسات، المكان كله مراقب بالكاميرا، المكان كله مراقب بالكاميرات، فكل شيء تاخذه يبين في الكاميرا. أول ما تطلع، أول ما تطلع من هني على طول يتم خصم المبلغ من حسابك مباشرة دون الحاجة إلى أنك تروح كاونتر وتدفع وغيرها من الأمور. هذه واحدة من التقنيات اللي راح يتم تطبيقها وتسعى عمان تل انتشارها خلال الفترة القادمة. طيب، قد يتبادر للذهن سؤال أن أنت الحين ممكن تكون قد قضيت على فرصة وظيفية لمجموعة من الشباب العمانيين. الموضوع عكس ذلك تماما، أنا بدأ الفرصة الوظيفية ممكن أخلق مجموعة من الفرص الوظيفية باستخدام إيدوكان. كيف؟ هذا الموضوع راح تشرح لنا الأستاذة سبا البوسعيدي. لكن الموضوع يخلق وظائف من وراء التطبيق. عندنا مثلا إدارة مالية، عندنا إدارة مراقبة الكاميرات اللي موجودة، علم البيانات، دراسة سلوك المستهلك وغيره. فهذا أيضا إحنا نهيئ السوق لوظائف المستقبل أيضا ومهارات المستقبل. يحتاجها مستقبلا خلال 5 إلى 10 سنوات. يعني بدل ما اعين انا كاشير وسكيورتي ممكن اعين 4-5 يشتغلون في النظام التقنية. صحيح. شكرا. أهلا وسهلا.